السلام عليكم ورحمة الله. تغنيني بيوت الشعر نظما ويسعد خافقي حين الوصال وأبسم. إن تلاقينا بقوم هم الأبخار من نسل الرجال. هيا هلا بكم معنا أحبائنا الأكارم حيثما كنتم، جولة جديدة في دنيا المعارف عبر برنامجكم اليومي الألوان السبعة، نبدأها مع حضراتكم في هذا اليوم المميز في 29 من هذا الشهر الذي هو ذكرى فتح إسطنبول مباشرة بعد هذا الفاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا. ذكرى فتح إسطنبول تمر هذا العام بنكهة مميزة، فعاليات متنوعة تشهدها الساحة التركية لأجل إحياء الفعاليات بصورة تليق بالحدث وصاحبه محمد الفاتح وفتح إسطنبول ومحطات التاريخ الناطقة بعد قليل. كيف استطاع السلطان محمد الفاتح أن يفتح إسطنبول؟ ما هي وسائله لفتح هذه المدينة التي استعصت على الفاتحين 800 سنة؟ التكنولوجيا التي استخدمها الفاتح في فتح المدينة الحصينة؟ قراءة في التاريخ والوعي بعد قليل في الألوان السبعة. بهذه الملفات نبدأ، ولكن بعد قصيدة شعرية يتقدم بها فريق برنامج الألوان السبعة إلى الأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة الزاخرة التي غيرت وجه التاريخ برمته، فتح القسطنطينية وتحويلها إلى إسلامبول أو إسطنبول. بهذه المناسبة نتقدم لكم بالتهنئة وأيضا بضرورة تذكر هذه الحادثة. قراءة شعرية نفتتح بها برنامجنا. حلت الذكرى فيا أرض ابسمي بالمجد في عين الرجال شهابا. قد حلت الذكرى فيا أرض ابسمي بالمجد في عين الرجال شهابا. للأسد تقتحم الحصون بغضبة تحت اللواء تحطم الأبواب. للفاتح المنصور يزأر بالمدى فتخر أسوار السنين غلابا. ليث أحاطته الأسود كأنها تطوي الدروب كرامة وضرابا. حملت حديث رسولها في قلبها وعلى الحدود ترتل الألقاب. والقائد الميمون يرعى جنده عزما وينفخ فيهم الإيجاب. يا من حملت على الجذوع بواخرا لتخوض في صلب الجبال عبابا. حطمت أسوار المحال وقد هوت رايات باطلهم هوى وضبابا. وجنودهم فرت أمام عزيمة هيهات تلمح ثعلبا وذئابا. فالفارس المقدام أعمل عقله حينا وأحيانا غدا والثابا. نعم الأمير غدوت، بل نعم الذي يلتف حولك لا يريد جوابا. غابت عن الدنيا شواهد فعلكم، لكن طيفك سيدي ما غابا. غابت عن الدنيا شواهد فعلكم، لكن طيفك سيدي ما غابا. ومع ذكرى فتح إسطنبول 599 عاما مضت، 599 عاما انقضت على هذه الحادثة التي غيرت مسار التاريخ وأوجدت قراءات جديدة في المفاهيم الحضارية والتاريخية. شخصية الفاتح وعبقريته ودمجه لفهمه لرسالته الحضارية السامية ولدوره في صناعة الحدث ولشخصيته التي وثق بها، إضافة إلى تكاتف المسلمين حوله في فتح إسطنبول،
كلها عززت هذه الحادثة العظيمة التي نقف عندها اليوم بكل فخر نستذكرها ونعبر عنها للأجيال اللاحقة حتى تعيد قراءة هذه الشواهد التاريخية بعمق وبمسؤولية وأيضا باستبصار بشواهد التاريخ من أجل صياغة مستقبل أفضل. ويسعدنا هنا أن نرحب بالمدير العام لوقف العلم والفضيلة والمؤرخ والكاتب والباحث التركي الكبير الأستاذ ولي شيرين. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أشكركم. سنبدأ مع ضيفنا الكريم أحبائنا الأكارم، ولكن اسمحوا لنا بداية أن نتابع وإياكم تقريرنا المبدئي. فتح إسطنبول الذي كان سببا في ذكر السلطان محمد الثاني باسم الفاتح وهو ابن 21 سنة، تسبب أيضا في تحول الدولة العثمانية إلى إمبراطورية، وها هي ذكراه 599 تصادف بعد سنين طويلة يوم الثلاثاء مرة أخرى. السلطان محمد الفاتح أو محمد الثاني من أكبر سلاطين الدولة العثمانية، كان يفكر أنه لا يمكن توسيع رقعة الحكم العثماني أكثر دون فتح إسطنبول وجعلها مركزا ثقافيا يجمع آسيا بأوروبا، وفي حالة عدم تحقيق هذا لم يكن يرى أن ربط الأناضول برومالي ممكن أبدا. محمد الثاني الذي كان مصرا على قرار الفتح أمر بتشييد قلعة رومالي من أجل مراقبة البوسفور، واستعدادا للفتح الكثير أعد قوات بحرية جديدة وأنتج مدافع واسعة القطر من أجل هدم أسوار إسطنبول الطويلة والمتينة، وتم إنشاء طريق بين إدرنة والقسطنطينية أي إسطنبول، وتمت ترقيتها إلى جودة يمكن للمدافع العملاقة أن تمر عليها. كان محمد الثاني يريد فتح إسطنبول، ولكن هذا لم يكن سيتحقق بسهولة أبدا، ولكن حماس محمد الثاني كان كبيرا، وحين اجتمع هذا الحماس بعبقريته وذكائه أنتج مدافع سماها شاهية، وقد سبك هذه المدافع الأستاذ أوربان من أصل هنغاري، وفتحت هذه المدافع ثقوبا كبيرة في الأسوار البيزنطية بعد القصف بها. حاصر محمد الثاني إسطنبول في 6 نيسان إبريل، واستمر ضرب أسوار المدينة بالمدافع طوال 6 أيام متتالية. السفن العثمانية بدأت تدخل في القرن الذهبي في 12 من الحصار. فتح إسطنبول الذي كان في 29 من أيار مايو عام 1453 كان منعطفا مهما في التاريخ العثماني. بعد هذه الواقعة التي قضت على الإمبراطورية البيزنطية التي ناهز عمرها 1058 عاما، أصبح لقب محمد الثاني الفاتح. بعض المؤرخين يعتبرون أن هذا الفتح أنهى القرن الأوسط وفتح قرنا جديدا، ويعرفون السلطان محمد الفاتح بأنه السلطان الذي انتقل بالعالم من قرن إلى قرن آخر. ويا لها من هيعة. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذنا الكريم الأستاذ والمؤرخ التركي الأستاذ ولي شيرين. نجدد ترحيبنا بحضرتك وسعداء باستقبالك في هذا اليوم التاريخي. اليوم نتحدث عن فتح إسطنبول، ما معنى أن تتجدد الذكرى وما معنى إعادة قراءة مثل هذا الحدث التاريخي الهام؟ إسطنبول فتنه. نعم، فتح القسطنطينية وفتح إسطنبول يحتفل به كل عام في إسطنبول وفي مدن تركيا المختلفة، وله أسباب كثيرة مهمة. لماذا نحتفل بفتح القسطنطينية؟ لأن هذا الفتح كان بعد أن تحول الأتراك واعتنقوا الإسلام، وبعد أن انتقل الأتراك إلى الأناضول وأسسوا دولة السلجوقية ثم الدولة العثمانية، فإسطنبول أو القسطنطينية كانت أحد أهم أهدافهم. ففتح القسطنطينية كان نصب أعينهم، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن فتح القسطنطينية وقال: نعم الأمير ذلك الأمير ونعم الجيش ذلك الجيش. وبالتالي هذا موجود في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه، وهذا الحديث كان بشرى كبيرة، تسابق الناس على أن يكونوا معنين بهذا الحديث. كل المسلمين الحقيقة
شكلت لهم فتح القسطنطينية هدفا مهما. منذ بدايات العهد الأموي كان هناك محاولات حثيثة وجادة للمسلمين العرب والجيوش التي وصلت لفتح القسطنطينية. وبعد ذلك حتى عام 664 للميلاد كان هناك كثير من الحصارات لمدينة القسطنطينية، وفي أحدها استشهد من الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في بيته، وقد كان قد بلغ من العمر عتية، ولكنه شارك في هذا الجيش ليكون معنيا ومقصودا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد على أعتاب القسطنطينية ثم دفن فيها. جميل جدا. أستاذنا الكريم، عندما نتحدث عن قراءة التاريخ، أنت مؤرخ وأنت صاحب مشروع علمي من خلال المدرسة التي تديرونها، مدرسة العلم والفضيلة، وأيضا من خلال وقف العلم والفضيلة الذي ترأسونه، ومن خلال جهودك البحثية وكتاباتك المتعددة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية الثقافي والسياسي، مثلا في كتبك الأخرى تحدثت عن فتح إسطنبول بإيجاز واختصار. عندما نقرأ فتح إسطنبول تاريخيا، على ماذا يجب أن نركز؟ ما هي المحطات التي يجب أن لا تغيب عن أذهاننا عندما نذكر فتح إسطنبول؟ في معركة فتح القسطنطينية وفتح إسطنبول كان هناك مركز، كانت القسطنطينية مركزا مهما للإمبراطورية البيزنطينية كما تعرفون، وبعد أن انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى اثنين أصبحت روما مركزا للغرب وإسطنبول مركزا للشرق. وبالتالي منذ فجر الإسلام كان هناك نوع من التنافس والمعارك بين الحضارتين، والإمبراطورية الرومانية كانت ملحدة ثم أصبحت تحولت إلى النصرانية، وبالتالي نظام العيش فيها والنظام والحكم الذي كان يحكمها قد تفسخ وانهار، وبالتالي أصبح الإسلام متنفسا لهذه الشعوب وأملا لها، كان بارقة أمل لأن الإسلام بحضارته وصل إلى حدود الدولة البيزنطية، وكان دينا جديدا، دينا قويا يحمل رسائل إنسانية عديدة ورسائل عالمية لجميع البشر. وبالتالي المسلمون الآن تفوقوا على الإمبراطورية البيزنطية إذا استطعنا أن نقارن بين الحضارتين أو بين الدينين، وأصبح القوي والمحق الذي يملك البارقة الأمل هو الإسلام، ولم تستطع الإمبراطورية البيزنطية أن تحافظ على تمسكها، وأصبح انهيارها فقط مسألة وقت، وبالتالي لم تستطع أن تتقبل ذلك الحضارة البيزنطية والدولة البيزنطية، وكانت تنظر لفتح القسطنطينية وكأنه انتقال مؤقت للسيطرة على إسطنبول بيد المسلمين الأتراك. العالم الغربي بشكل عام كان ينظر إلى الإمبراطورية البيزنطية والرومانية كأنها أحد أهم الإمبراطوريات، وانهيارها أو خسارتها لإسطنبول كان مهما جدا، حدثا تاريخيا بعد أن سيطرت على إسطنبول لمئات السنين الحقيقة، وأصبحت إسطنبول مؤخرا في يد المسلمين وأحد أهم مدنهم، وحتى بعد ذلك أصبحت عاصمة الخلافة. هنا لابد من الإشارة أستاذنا الكريم، وأعذرني لذلك، ولكن لابد من التنبيه أن أسوار القسطنطينية صمدت 800 عام، لم يتمكن أي غاز مسلم من فتحها، 800 عام بأسوارها الحصينة. أستاذنا الكريم، نحن نتحدث عن فلسفة السور القوي المدعم في مقابل الإيمان والعزيمة. الإمبراطورية البيزنطية دعمت الأسوار حتى تكون حصينة للقلعة وللفكر، ولكن في مقابل الإيمان والعزيمة سقطت الأسوار. هل هذه المعادلة واضحة؟ هل هذه متحققة؟ هل يمكن أن نفهم فتح إسطنبول في هذه المعادلة عمليا؟ بالتأكيد. في تلك الفترة الجنود العثمانيون المسلمون حاولوا حصار القسطنطينية وحاولوا الهجوم عليها 4 أو 5 مرات في هجمات كبيرة، وخلال هذه المعارك كانوا يقاتلون بقوة الإيمان، بروح الإيمان، وكانوا يضعون أرواحهم على أكفهم. هذه الأسوار كانت أحد أمنع وأحصن الأسوار في العصر الأوسط وفي ذلك الفترة، وكانت هناك الكثير من المدافع التي تحميها، عرضها حوالي 20 مترا، وبعضها يمتلئ داخله بالماء، كانت وكأنها أسوار لا يمكن اختراقها. ولكن في تلك الفترة الجنود المسلمون أو الجيش المسلمين
Osmanlı Devleti İstanbul ismini de vermiştir. Ağtu isme Konstantiniye veya İstanbul isme İstanbul, ay medinetil İslam. Kanu yetaharrakuna bi kuvvetil iman. كانوا يتحركون بدافع الإيمان وكانوا يعرفون أنهم بدون إيمانهم وعزمهم وحماستهم لا يمكن هزمها تلك الأسوار، لا يمكن أبدا أن تتغلب على تلك الحصون المنيعة. وبالتالي السلطان محمد الفاتح كان في خطاباته يقول ذلك بشكل واضح لكل جنوده، ويقول أن الحصار مشتد، وكان بنفسه وهو شاب يشارك في الحصار بنفسه ليشد من أزر الجنود، وبالتالي هو ربما كسر لأسوار وفتح لمدينة، ولكن أبعد من ذلك وأعمق من ذلك هو قول جديد ولفظ جديد وعصر جديد في الحضارة العالمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم في رسائله في خطبة الوداع إذا تذكرناها نقول أن هذه الرسائل في خطبة الوداع عادت إلى الدنيا مرة أخرى، وبالتالي هذا المجتمع البيزنطي كان يظلم مواطنيه، وكان نخبة دولة دينية، دولة ثيوقراطية، كان الناس هناك لا يؤمنون بالعدل والمساواة، وكانهم نسوا هذه المبادئ، وبالتالي هذه المبادئ العالمية وكأنها كانت قد نسيت. وبالتالي الدولة العثمانية والسلطان محمد الفاتح والسلاطين الآخرين أو الخلفاء الآخرون كانوا يقولون أننا نريد إعلاء كلمة الله، ونريد أن نعطي للعالم نظاما وبعدا جديدا. هنا شخصية، اعذرني جدا لمقاطعتك حضرة يعني الأستاذ، بصفتك مؤرخا وبصفتك صاحب تجربة عملية في فهم التاريخ العثماني وتاريخ فتح إسطنبول وشخصية الفاتح، اسمح لي هنا أن أخذ منك قراءة لشخصية محمد الفاتح. اليوم عندما نعيد قراءة الشخصية القيادية التي تمتع بها محمد الفاتح، لم يبلغ 21 عاما وقاد هذه الجيوش الجرارة علما وإدارة وفهما وبخطط استراتيجية، بناء قلاع، تحصينات، استقدام خبراء من الخارج، قراءة في شخصية محمد الفاتح كشخصية قيادية، وحاجتنا اليوم إلى شخصيات قيادية عمليا في تغيير المسارات التاريخية وإحداث تغيير فعلي على أرض الواقع. نعم، بالتأكيد السلطان محمد الفاتح كان قد ربى وأنشأ نفسه بشكل جيد، كان يعلم الكثير من اللغات منها العربية والفارسية والبيزنطية وطبعا اللغة التركية الأم، كان يعرف لغات عدة وحتى كان يفهم بعض اللغات الأخرى، وبالتالي كان قد أنشئ بشكل جيد وحضر وجهز بشكل جيد في الحضارة العثمانية. كان السلاطين ينشؤون ويربون بطريقة مميزة، ابتداء من كان هناك أحد الرياضيين وعلماء الرياضة المشهورين جدا استخدم من أواسط آسيا، هو الخبير المدافع الهنغاري أو المجري أوربان، أتوا به وعلموه واستخدموه وتعاونوا معه، وبالتالي أريد أن أعلق على هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا العلم ولو في الصين، فمحمد الفاتح طبق عمليا هذا الحديث وأراد أن يجمع كل رجال العلم من كل العلوم المختلفة المفيدة في عصره واستخدمها في هذه المعركة في هذا الفتح الكبير، وكان خليفة ذا بصيرة رغم صغر سنه، بقي في الحكم 30 عاما، وكان له حوالي 25 غزوة كبيرة، وبعد فتح القسطنطينية كان يقول كان يمر على إسطنبول ذهابا وعودة، لم يستقر حتى في إسطنبول، كان دائما مستمرا في الغزوات والفتحات في الدول البلقان مثلا. السلطان محمد الفاتح في مجال المدافع وعلمها وفي العلوم الأخرى كان قائدا مبادرا متقدما ورائدا الحقيقة، وكان هو السبب مع فتح القسطنطينية في النهضة الأوروبية التي بدأت في الدول الأوروبية بعد فتح القسطنطينية والتواصل بين المسلمين وتلك الحضارة الأوروبية الغربية. بدأوا يتعرفوا على الحضارة الإسلامية، وللأسف الشديد كانوا قد أخرجوا العقل والمنطقة من حضارتهم وحساباتهم فأعدوه مع فتح القسطنطينية، وهذا هو السبب الكبير لأهمية فتح القسطنطينية. مع فتح إسطنبول بدأ أفق جديد وعصر جديد في العالم، وبدأت أفق جديدة أمام العالم الغربي ونهضته. جميل جدا أستاذنا الكريم، فتح إسطنبول انتقال من حضارة إلى حضارة، من فهم إلى فهم، بمعنى ليس تغيير إدارة بيزنطية وإحضار إدارة إسلامية فقط، فتح إسطنبول له معاني في صياغة حضارة جديدة
بمعنى كانت هناك إمبراطورية عثمانية، ولكن فتح إسطنبول أضاف نكهة حضارية كاملة وغنية وثرية إلى سلسلة معارف الحضارة الإسلامية الكاملة. ماذا عنا فتح إسطنبول في القيمة الحضارية الإسلامية أستاذنا؟ İstanbul'un fethinden sonra بعد فتح إسطنبول أصبحت الدولة العثمانية بالتأكيد قد وكأنها قد تخطت خطوة نحو الأمام وأصبحت دولة شمولية، دولة رائدة في العالم، أي أنها كانت تحكم منطقة جغرافية واسعة، وبالتالي الإمبراطورية البيزنطية كانت قد جمعت حضارة وعلما معينا واستفادت منه الدولة العثمانية طبعا، ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل طوروا تلك العلوم جميعا وفتحوا آفاقا جديدا. هذا الأمر فتح القسطنطينية فتح آفاقا جديدا أمام الدولة العثمانية، وكما نعرف جميعا بعد ذلك حتى القرن العشرين بدأت استمرت الدولة العثمانية مسيطرة على أجزاء كبيرة من القارة الأوروبية والآسيا وأفريقيا، وأعطتها نظاما جديدا وكانت دولة ذات قوة وذات كلمة. جميل، انتهى عهد الإمبراطورية البيزنطية أم أننا بحاجة اليوم إلى محاربة الدولة البيزنطية مجددا؟ ما رأيك أستاذنا؟ أستطيع أن أقول كالتالي، في عصرنا هناك أيضا قوى احتلالية، قوى إمبريالية تحاول أن تهاجم العالم الإسلامي بضراوة. نحن ربما عشنا الحروب الصليبية، وإذا تذكرنا الحروب الصليبية في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر، تلك الحروب الصليبية للأسف آخر ما منعها هو فتح القسطنطينية، وبالتالي الأوروبيين الذين نظموا الحلمات الصليبية كانوا يأتون إلى إسطنبول، من الإسطنبول إلى الأناضول، ومن الأناضول حتى بلاد الشام مثل القدس وغيرها، ولو كانت لهم الفرصة لاستمروا نحو مكة والمدينة. هؤلاء الصليبيون الآن توقفت عملاتهم وهجماتهم لأن القسطنطينية أصبحت بيد المسلمين بيد العثمانيين، ولم يعد ممكنا لهم أن ينظموا هذه الحملات الصليبية عبر إسطنبول كمركز لهم. ذلك انتهى، وبالتالي العالم الإسلامي لسنوات ولقرون كثيرة لم تتعرف ولم تعرف شيئا من الاحتلال الغربي حتى العصر العشرين أو القرن العشرين. منذ واعتبارا من الفتح العثماني الإسلامي لإسطنبول أصبحت هناك منع لكل المراكز الإسلامية والمدن الإسلامية لم تحتل من أي غريب أو غربي. اليوم إذا كان هناك حروب قريبة ومشابهة للحملات الصليبية وتضر بالعالم الإسلامي، ونحن نراه يوميا يضر بشكل مباشر في قلب العالم الإسلامي في كثير من الدول العربية والإسلامية، هناك احتلالات مثل أفغانستان والعراق، هناك مشاكل داخلية معينة. في هذا العصر هناك غرب يسيطر ويحاول السيطرة علينا، هناك حروب صليبية بمعنى آخر، هناك منطقة ومنطق الاحتلال مختلف ولكنه موجود. أستاذ الكريم، عندما جاء محمد الفاتح بجيشه المسلم أتراكا عربا من كل الجنسيات التي انضوت تحت إطار جيش الفتح لهذه المدينة بكل ما مثلته من قيمة، اليوم حول محمد الفاتح من لحظة استلامه للمدينة مدينة إسطنبول إلى مدينة مركزية، بمعنى كان صاحب فكر استراتيجي بوضع مدينة إسطنبول كقلب اقتصادي وسياسي للعالم. هل هذا المنطق صحيح تاريخيا؟ صحيح جدا. بعد فتح محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية مدينة إسطنبول أصبحت أهم مراكز العالم. مدينة إسطنبول بقيت حتى عام 1500 وبعض السنوات أحد أهم المراكز في العالم، ثم بعد ذلك بمئات السنين أصبح هناك مدن مثل باريس ولندن ونيويورك، واستطاعت أن تتخطى إسطنبول حتى القرن التاسع عشر.
بدأت تنافس إسطنبول أو تخططها لمئات السنين. كانت إسطنبول هي مركز العالم، واحدة أهم مدنه بعد فتح القسطنطينية، وكانت مركز العالم منارة للشرق والغرب، وكان الكل تتوجه أنظاره نحوها. اليوم عندما نتكلم في زماننا وعصرنا، عندنا إسطنبول تجمع كل القارات المختلفة، وكما قال نابليون، إذا كان هناك عاصمة واحدة للعالم أجمع فهذه العاصمة هي إسطنبول، ويجب أن تكون إسطنبول. وفعلا إسطنبول هي عاصمة للعالم أجمع، ولكن بعد فتح الإسطنبول هذا الذي أدى بها إلى ذلك، فتح المسلمين لها، فتح العثمانيين لها، والذي أدى إلى ذلك ربما. ولذلك يعني يحتفل الشعب التركي هنا في كل عام بهذه المناسبة، يحيونها حتى بالمشاهد الحية، يرتدون الزي الذي ارتداه المسلمون إبان فتح إسطنبول، يقومون بعملية الفتح بقصب المدافع التمثيلية بالمشهد التمثيلي في بلاط وغيرها على أسوار القسطنطينية، يحيون الذكرى، يعلمون الجيل الجديد ما معنى فتح إسطنبول. هذه القراءات أحبائنا الأكارم سعدنا حقيقة باستضافة أستاذنا الكريم الأستاذ ولي شيرين، المؤرخ والكاتب والباحث التركي الكبير، للحديث عنها، ونشكرك جدا على حضورك معنا. ولكن ينبغي التشديد على قضية القيادة المميزة ودورها في صناعة الحدث التاريخي. شخصية محمد الفاتح، عزمه، تربيته، علاقته بأكشمس الدين، علاقته بالفكر الذي صاغه بمؤسسة إنسان، وليس كإنسان فرد متحكم دكتاتور، وإنما نظرية الإنسان الذي يستشير من حوله، يستقدم العلماء ويقدموهم، ويصنع من خلالهم نظرية النصر، نظرية التميز، نظرية الإبداع، نظرية الحياة الكريمة التي ينشدها الناس من خلال تطبيق النظرية إلى أرض الواقع. وهنا تتجدد نظرية 100 أرنب يقودهم أسد، أم 100 أسد وظف عليهم أرنب كما يقال، والعقل يستطيع أن يحكم ما بين فلسفة التاريخ وفلسفة الواقع. أستاذنا الكريم، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج الألوان السبعة، وسعيدون جدا باستضافتك. وأحبنا الأكارم، ننتقل وإياكم إلى رحاب الكاريكاتور. ولازلنا في رحاب التاريخ، زميلنا الدكتور سعيد الحاج يحملنا إلى متحف مميز يحمل اسم بانوراما 1453، أي ذكرى فتح إسطنبول. متحف مميز تم إنشاؤه بتكلفة باهظة، ولكنه يستقبل آلاف الزوار يوميا. وهنا نوصي زوارنا من العالم العربي بضرورة زيارة هذا المتحف المميز لما فيه من قيمة حضارية ربما تنتقل بك إلى دنيا أخرى. متحف بانوراما، وقراءة سريعة في رحاب التاريخ والزميل الدكتور سعيد الحاج. تتحدث الأساطير عن ساعة زمنية تحملكم من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان. اليوم نأخذكم في رحلة مهيبة عبر الزمن بالصوت والصورة، ولكنها حقيقية. تم تأسيس المتحف التاريخي بانوراما 1453 من قبل بلدية إسطنبول عام 2009. يقع المتحف مقابل أسوار توبكابي إدرنكابي التي هي بوابة قصر الحصار عند فتح إسطنبول. إن منطقة توبكابي التي تأسس عليها المتحف هي مكان شهد يوماً كان الجنود المسلمون كلهم في انتظاره، حيث تم عبور الأسوار التي كان عبورها من المحال في ظل حصار امتاز بالصعوبة والتعب. إنه بوابة إسطنبول التي تفتح للفتح المبين. عند دخول المتحف تشعر كأنك تشهد فتح إسطنبول من جديد. تشهدون انفجار المدافع عند أسوار القسطنطينية، وتلمسون المدافع التي حملها محترف صناعة المدافع المجري أوربان،
كما أنكم ترافقون آلاف جنود السلطان محمد الثاني عند تكبيراتهم ونشيد جوقة الجيش العثماني. أما الصورة التي تعتبر قلب المتحف فقد تم رسمها على نصف كرة قطرها 38 متراً، كما أن الصورة تبقى في الوجه الداخلي لنصف الكرة بحجم 2350 متر مربع. فكرة هذا المشروع بدأت خلال فترة رئاسة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لبلدية إسطنبول، فخلال زيارته لفاتيلو فكر بعمل مشروع مشابه عن فتح إسطنبول، فهو إذن صاحب الفكرة. ثم بدأ تصميم وتنفيذ المشروع في عهد رئيس البلدية الحالي السيد قدير توبتاش، وقد تم الانتهاء منه بعد جهد استمر لخمسة أعوام. تم الافتتاح في 31 من كانون الثاني من عام 2010، وحتى الآن زاد عدد الزائرين عن مليون شخص. 1 مليون زائرين زيارة أوضو. فالزائرون يفاجؤون لمدة 10 ثوان عند حضورهم إلى المنصة. هذا ساحر جداً، أحس بشعور مختلف ورائع. الفكرة إبداعية وجميلة، إنها تحاكي الواقع بطريقة مذهلة. تأثرت كثيراً وسعدت جداً، حيث أني أرى بأم عيني وعن كثب تاريخ أجدادي. رأيت كيف جاهد أجدادنا ليصلوا إلى هنا وليهدونا هذا البلد العريق. أشعر بالفخر الشديد، أحسست وكأني أعيش اللحظة هناك. أشكر كل من ساهم بإخراج هذا المشروع بهذا الشكل. جميل جدا، هذه ثاني زيارة لي إلى هنا. أحس بسعادة غامرة، أعيش الأجواء تماما. إن المتحف يشعل الإنسان بطريقة ما بأنه في فضاء ذي ثلاثة أبعاد رغم دخوله في مكان مغلق، كما أن هذا المتحف أصبح من أكثر متاحف إسطنبول زيارة على الرغم من تأسيسه قبل فترة قصيرة. هنا تستشعرون عظمة الماضي من خلال دقائق معدودة. الزمان عام 1453 للميلاد، المكان أسوار القسطنطينية، والحدث جيوش السلطان محمد الفاتح تفتح المدينة لتغير وجه العالم. واليوم وبعد 58 و500 عام تماما من المعركة، تستطيعون معاينة المكان والتعرف على الشخوص ومعايشة الأحداث. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. ولازلنا في سياق الفتح الكبير لمدينة إسطنبول ودلالاته، ولكن في هذه الزاوية نسلط الضوء عليه من ناحية أخرى. كيف استطاع السلطان محمد الفاتح، هذا القائد الكبير، الشاعر، القيادي، الإداري، كيف استطاع عمليا أن يحقق النصر على أسوار منيعة وعلى قيادة مضادة في الجانب البيزنطي تمنعت خلف أسوار منيعة وأيضا تمسمرت خلف جدران وخنادق وتحصينات دفاعية عالية جدا؟ ما هي طبيعة هذا الفتح الغريب، وكيف استطاع الفاتح بمن حوله من الرجال أن يصوغ ملحمة الانتصار؟ قراءة خاصة في استحداث التكنولوجيا وضرورة هضمها في حياتنا المعاصرة من أجل تحقيق إنجاز معين. في ظلال التاريخ نحن نفتح قراءات المستقبل، ويسعدنا هنا أن نستضيف البروفيسور دكتور مصطفى كتشار، رئيس مؤسسة تاريخ العلوم التركية وأستاذ تاريخ العلوم في جامعة إسطنبول. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا، أشكركم جدا وأشكركم على هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك أستاذنا الحبيب. وأحبانا الأكارم، نعيش وإياكم في تقريرنا الافتتاحي، بعد ذلك نعود لحوار ضيفنا الكريم. ما هي العلاقة بين فتح إسطنبول والتكنولوجيا؟ أثبتت الدراسات والحفريات الأثرية الصناعية أن هناك تحضيرات هائلة تمت قبل الفتح. كان الفاتح يعرف أن الفتح غير ممكن دون الوصول إلى مستوى معين في التكنولوجيا،
ولذلك أعطى أوامره لكل العلماء والتقنيين بإعداد الأدوات والمعدات كافة بجهد واضح وبشكل يستوعب الليل والنهار لفتح إسطنبول. حدد أولاً مقر قلعة روماني، وتم حساب جريان المياه ورسمت المخططات وتم إنشاء قلعة روماني. من أعظم المشاهد لفيلم الفتح 1453 هو مشهد إنتاج المدفعيات التي ضربت أسوار القسطنطينية. حين يذكر فتح اسطنبول يخطر على بالنا حادثة تسيير السفن من البر والمدفعيات التي أنتجها السلطان محمد الفاتح، والسبب في ذلك هو أنها مؤشرات لاستعمال آخر التكنولوجيا ذلك العهد. لقد أمر السلطان محمد الفاتح المهندس الهنغاري أورباين الذي كان يخضع للدولة البيزنطية بإنتاج أكبر المدافع في ذلك العهد، والسلطان هو الذي رسم تخطيطاتها بنفسه. هناك روايات مختلفة عن قطر وحجم المدفع الذي أنتج في 3 أشهر، ولكن هناك روايات تقول بأن المدفع كان يبلغ وزنه أكثر من 18 طنا، وأما ثقل جيلاته أي القذائف الخاصة به فهي ما بين 540 كيلوغراما و680 كيلوغراما، ويقطع 1883 مترا، ويغرس في الأرض مسافة 1.83 متر، ويسمع صوته من مسافة 24 كيلومترا. وترد في بعض المصادر أن المدافع التي تسمى شاهي انطلقت إلى ضواحي إسطنبول في نهاية كانون الثاني يناير في شهرين كاملين. المسبك الذي صنع المدافع والجلات التي استعملها السلطان الفاتح في فتح اسطنبول يرد في الوثائق العثمانية باسم سمكوجوك دوكيومخانة عامرة. المسبك الذي يعتبر أحدث مسبك في عهده كان ينتج بعضا من المواد الحربية التي تستخدمها الجيوش العثمانية وجزءا من المكونات الحديدية التي تستخدم في إنتاج السفن والمدافع والأسلحة. يعتقد أنه استعملت المنفخات التي حركت بعجلة المياه للحصول على درجة الحرارة العالية اللازمة في أفران المسبك، ويعرف أيضا أن قوة دوران العجلة المشغلة بطاقة الماء تنقل إلى المنفخات عبر رمح أفقي، وهذا مهم جدا من ناحية إثباته للتكنولوجيا المتطورة لذلك العهد. وهنا نتحدث عن التكنولوجيا وضرورة الإعداد الجيد، لأن الإيمان والإخلاص لوحده لا يكفي، وإنما لا بد من ضرورة الإعداد الجيد في جانب التكنولوجيا وامتلاك رقبة الحق الذي يحمي الحق، بمعنى القوة الحقيقية التي يمكن لها أن تدافع عن الحق، لأنه لا بد للحق من قوة تحميه وتحقق أغراضه. أستاذنا الكريم، هل فعلا امتلك السلطان محمد الفاتح الرغبة الحقيقية والتطبيق الفعلي في إحضار العلماء وتفعيل دورهم في الحياة من خلال ابتكار وسائل تكنولوجية معاصرة من أجل فتح إسطنبول؟ نعم، نستطيع أن ننظر إلى فتح القسطنطينية من عدة زوايا. أولها أن فتح إسطنبول كان فتحا سياسيا وحدثا سياسيا بالدرجة الأولى، وكان أيضا تقنيا ولوجستيا، كان مزيجا من السياسة والتقنية واللوجستيات، وبالتالي على الأخص السلاح الناري والمدافع تطور وأنشأه العثمانيين وطوروه بطريقة أسرع من أوروبا، وهذا أحد أهم ميزات التي أدت إلى فتح القسطنطينية. هذه الأسوار المنيعة والسميكة التي كانت يظن أنها لا تخترق اخترقت بهذه المدافع. هذه المدافع كما تكلمتم قبل قليل في تقريركم كانت كبيرة جدا وثقيلة جدا، فقد استعملوا التقنيات كثيرا وصمموا مدافع من عدة أقسام تربط ببعضها البعض عن طريق البراغي، فقد استعملوا خلاصة العلم في ذلك العصر. إضافة إلى ذلك فقد استعملوا هذه الأسلحة بطريقة مميزة وجهزوا وطوروا ودربوا وعلموا الكادر البشري الذي يستطيع أن يستعمل هذه المدافع، لأنه دون هذا الكادر لا تعني تلك المدافع شيئا. من ناحية أخرى
إذا نظرنا إلى الخريطة المنطقة قبل فتح القسطنطينية كان هناك بعض المدافع تسبق في أدرنة، ولكن المسافة كانت بعيدة جدا عن إسطنبول، والمناطق الجغرافية والتضاريس كانت تصعب الأمر كثيرا. من ناحية أخرى في كثير من المناطق مثل قرقلار ألي وغيرها أيضا كان هناك مسابك للمدافع وكانت تسمى سمك أوجوك أو الآن تسمى ديميركوي. كان هناك الحفلات التي نقوم بها الآن تظهر لنا الكثير من ما يدل على تلك الفترة، وتشرف عليها وزارة الثقافة والسياحة وكثير من المؤسسات تدعمها. أبعد من ذلك، السلطان محمد الفاتح أنشأ مسبكا لصناعة المدافع تماما بجانب الأسوار حتى يكسب الزمن والمسافة والجهد. اسمح لي هنا، يعني القضية لا تتعلق في السلاح، يعني عندما نشاهد هذه الروعة عمليا في التخطيط، نحن نتحدث عن قراءة طبوغرافية معاصرة، بمعنى استطاع أن يقرأ الجغرافيا، استطاع أن يقرأ واقع جريان المياه واحتساب جريان المياه، وهذا علم معاصر جدا عندما بنى قلعة روما إيلي. يعني عندما نتحدث عن هذا النوع من الفهم، نحن نتحدث أن السلطان محمد الفاتح أحضر خلاصة العلم الحديث وطبقه على أرض الواقع، وبذلك تم الفتح. هل هذه القراءة صحيحة أستاذنا الكريم؟ نعم بالتأكيد، وبالتالي لذلك نحن نسميه عصرا جديدا. على مدى التاريخ كان هنالك المسلمون كانوا يهتمون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بشر بفتح القسطنطينية، وكانت أحد أهم أهداف المسلمين. وبالتالي كل حاكم وكل أمير وكل خليفة عندما يرى في نفسه القوة الكافية كان يحاول فتح القسطنطينية لينعم بذلك الحديث. وبالتالي لم تفتح القسطنطينية بقوة الإنسان المجردة، لأن القوة المجردة كانت فقط ستزيد عدد الشهداء. كان هناك أسباب وعوامل اتخذها أي أحد لفتح القسطنطينية، العوامل التكنولوجية، العوامل اللوجستية، واستخدام عصارة العلوم في ذلك العصر. وكان للسلطان محمد الفاتح الكثير من المستشارين الخبراء، وكان لديه قواد عسكريون أكفاء الحقيقة مثل خليل باشا وغيره والأقشم 60 وغيرهم، حتى مع طول فترة الحصار وفتح القسطنطينية وبعض القواد كانوا بدأوا بالقلق، ولكن كان هناك الكثير من القواد الذين يحفزون ويحمسون الجنود وبعضهم بعضا، وكانوا يتماسكون لآخر يوم ولآخر ساعة في الفتح والحصار. وبالتالي كان نحس بعدا أخرويا وليس دنيويا في هذا الأمر. وأريد أن أضيف شيئا، لم يكن ذلك الجيش جيشا تركيا، كان جيشا مسلما، جيشا إسلاميا. لا يجب أن ننظر لفتح القسطنطينية على أنه حادث تركي محض وكان نحتفل به فقط، يجب على العالم الإسلامي كله أن يحتفل بهذا الأمر. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه بشر بذلك، وكأنني أقول أنه واجب علينا أن نحتفل بذلك، حتى أنني أرى أن كل الدنيا، كل العالم، مسلمين ونصارى، يجب عليهم أن يحتفلوا بذلك، لأنه كان فتحا أدى إلى تغير حركة التاريخ. تلك فترة وحادث غير مسبوق في العالم، أغلق عصرا من الظلمات في العصور الوسطى وفتح عصرا جديدا من الأنوار. ليس فقط لأن تركيا هي من قالت ذلك وكأنها حكاية بطولة، ليست حكاية بطولة وشجعان. أشكرك جدا، أشكرك جدا حضرة البروفيسور على إثارة هذه النقطة تحديدا للتذكير بها. ولكن السلطان محمد الفاتح يذكرنا اليوم، وأنت أستاذ في تاريخ العلوم في جامعة إسطنبول، اليوم يرسل لنا رسالة. لابد من أن تكونوا متقدمين تكنولوجيا حتى تستطيعوا أن تحققوا إنجازات. نحن اليوم سوق استهلاكي في التكنولوجيا، الغرب يصنع ونحن نشتري، لا نمتلك نقل التكنولوجيا العملية، نحن نحاكي الغرب كالببغاءات، نحاول أن نساير الغرب فيما يبتكره من اختراعات. لكن السلطان محمد الفاتح أوجد جيلا من المخترعين، جيلا من العلماء، وما ينقص عليه من خبرة كان يحضرها، حتى صانع المدفع مجري هنغري أحضره من الخارج لاستكمال منظومة العلم التي صاغها محمد الفاتح من خلال مجالس العلماء. هل ترى أن هذه الرسالة قوية مباشرة مستمرة حتى يومنا هذا؟
أنا كنت أشارككم جدا الرأي في كل ما ذكرتموه. فسيد محمد الفاتح والسلطان محمد الفاتح أولى أهمية مهمة للاستراتيجيات والتكنولوجيا، فقد استعمل كثيرا من الأسلحة والتراث التقليدي الذي كل الأسلحة والعلماء والعلم الذي استعمله كل الأمراء والحكام المسلمين، مثل المناجيق التي تعمل باستعمالها بطريقة مؤثرة وفاعلة جدا. ومن ناحية أخرى أيضا المدافع التي تستطيع رمي القذائف إلى مسافات بعيدة، وعلى الأخص المدافع الحديدية أو الفولاذية. كما تعرفون فعصر الحديدية وعصر الفولاذية كان في القرن 18، فقد كان صعبا أن تصل إلى التكنولوجيا وتقنية ذلك العصر، ولكن السلطان محمد الفاتح أعاد منظومة وفهم وفلسفة صنع المدافع من أساسها، وبالتالي استعمل أكثر التقنيات وأكثر التكنولوجيا تطوراً. حتى القوس والنشاب كانت تستعمل تقنيات تستعمل اليوم في عصرنا في صناعة الطائرات مثلاً. أقول أنها كانت تصل لمسافات بعيدة وترتفع في الجو عالياً، واستعملت بأكثر الطرق فعالية وتأثيراً في زمانها. أقول أن الجيوش التركية والجيوش الإسلامية علمت حتى الغرب وأدت إلى انتشار ذلك الفلسفة في الحرب والجهاد حتى في الغرب والعالم الأوروبي. كما ترون ففي الإبهام السيد السلطان محمد الفاتح هناك خاتم يرتبط بالقوس والنشاب. نعم كنا أبطالا وشجعان، ولكن باستعمالنا أيضا التكنولوجيا في كل هذه الأمور، في القوس والنشاب، في المدافع، في الحصار، فعلا استعملنا آخر عصارة ما توصل الله العلم في ذلك العصر وطورناه. حتى كان يعمل في عصره بطريقة متقدمة، ولكن عندما أعود لسؤالكم التالي، نعم كان هناك بعض المشاكل، لأن بذرة وأساس كل ذلك الأمر في كل العالم استخدموا التكنولوجيا اليومية، لأنهم اليوم هم الذين يملكون هذه التكنولوجيا ويحكمون العالم الإسلامي. نحن اليوم كأننا نسينا ذلك الماضي العريق التريد، ولكن حتى بأبسط النماذج عندما ننظر إلى الماكينات الآلات التي تعطي القهوة، للأسف ليست من صنع المسلمين بل من صنع الغرب. حتى مثلا آلات البخار وغير الأطعمة الذكية كثيرة جدا كلها من صنع الأوروبيين. حضرت البروفيسور اسمح لي هنا أن أسألك، يعني نحن نتحدث عن العهد الماضي من أجل المستقبل، من أجل أن نرسل رسالة واضحة إلى الجيل المعاصر، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. لابد أن نصنع مستقبلنا نحن، أن نهتم نحن بالتكنولوجيا، أن نؤسس نحن لجيل يفهم واقع التكنولوجيا المربوطة بالقيم العليا والسامقة. يعني نحن لا نتحدث عن مدفع عملاق، نحن نشكر تركيا عمليا على إتاحتها هذه المدافع العملاقة مع القذائف الخاصة بها، مع كيفية استخدامها بالصوت والصورة، موجودة في متحف بانوراما الذي عرضناه على حضراتكم، ويمكن لأي كان أن يزور هذا المتحف للاطلاع عليها وأن يشاهد القوس والنشاب والسيوف والرماح وحتى الخوذ والبيض الخاصة بالجنود الذين شاركوا بفتح إسطنبول. ولكن نحن نتحدث عن تكنولوجيا تصنيع السلاح الخاص، الأبراج العملاقة، مواجهة النار الإغريقية، حماية المدافع التي ابتكرها محمد الفاتح، تشييد الطرق التي يمكن للمدافع أن تمر عليها من إدرنا إلى إسطنبول. نحن نتحدث عن فلسفة حمل السفن إضافة إلى قراءات عسكرية طبوغرافية، كيفية نقل السفن فوق الجبال. أستاذنا الكريم، نحن لابد أن نعيد دراسة فتح إسطنبول من جديد بالجيل المعاصر بالوعي المعاصر، سياسيا عسكريا فلسفيا وإداريا. هل تتفق معي بذلك؟ نعم بالتأكيد أوافقكم تماما. حتى اليوم في عصرنا نحن نريد أن نتكلم باسم العالم الإسلامي وليس فقط كأتراك. للأسف الشديد لدينا، لا يجب أن تكون لدينا عقدة بالنسبة للتكنولوجيا الأوروبية. نحن في السابق كان لنا كنا في أوضاع أكثر تعقيدا من ذلك، وقد كنا طورنا تقنيات أفضل من تلك بكثير، وبالتالي نستطيع ذلك أيضا في المستقبل. والسلطان محمد الفاتح عندما كان يجهز الجيش لفتح القسطنطينية كان شاطحا جدا بأنه يستخدم أفضل التقنيات وآخرها ويطورها أيضا.
شيء والرصوص يعني بأي أمر من الأمور وبأي قطاع من القطاعات وبأي مجال من المجالات حتى سياسيا مثلا كان ينظر إلى قطع طرق المساعدة من أوروبا نحو البلقان والقسطنطينية كما تعرفون قليل من العدة والعتاد والدعم استطاع أن يأتي إلى اسطنبول لنجدة الدولة البيزنطية وبالتالي هذا كان مهما جدا وعندما مات الرئيس أو القائد كان الأمر قد انتهى وتوزع وانتشر من ناحية أخرى أيضا حتى السيد أورهان تشلبي وهو موجود كان في اسطنبول كمعارض وكان تركيا ولكنه كان يقاتل ضد العثمانيين وبالتالي انتحر في نهاية المعارك فكثير من تلك الشخصيات الشخصيات العسكرية العثمانية الإسلامية كانت تحفز الجنود ليس فقط التقنية والتكنولوجيا التحفيز وإثارة الحماسة ومثلا أكشن 60 عندما يرقص رؤياه على محمد الفاتح يقول لا شك لدي بأننا سنفتح القسطنطينية وبالتالي إذا كنا نريد أن نتكلم في التفاصيل بالتأكيد أستاذنا الكريم هناك الشخصيات لننتقل إلى جانب الشخصيات محمد الفاتح عمد إلى تأسيس دعني أسميها هكذا مجلس من العلماء مجلس من القيادة العسكرية مجلس من التخطيط الاستراتيجي مجلس لتحصين القلاع مجلس التعاون مع الجنود الجرحى وتحفيز الهمم هناك شخصيات مميزة في هذا الفتح مثلا أولوباطلي حسن كثير من الناس كثير من العالم العربي لا يعرف من هو أولوباطلي حسن وهو صديق احد اصدقاء محمد الفاتح واحد الذين زرعوا اول رايه اسلاميه على اسوار القسطنطينيه نتحدث عن اكشمس الدين هناك قراءات في تاسيس محمد الفاتح في الدور الفعلي في اسناده معنويا في تاسيسه فكريا في صناعه رجولته وشخصيته الا ترى اننا اليوم في ذكرى الفتح لابد من اعاده قراءه من صنع الفاتح اكيد اؤكد على ذلك كثيرا واشكركم على هذا الطرح كان يرسل جنوده للنصر وهم صائمون هذه قوة معنوية هائلة كان يرسلهم للموت للحرب للجهاد وهم أيضا صائمون لأن القضية كانت كبرى كانت قوية جدا والأمر مهم وعلى درجة كبيرة من الخطورة وبالتالي مثلا العالم المجري أوربان وغيره الكثير من العلماء كان يجمعهم حوله وبعد ذلك حتى قال يقول لهم البيزنطيون ليسوا لم يعاملوهم كأعداء وبالتالي كانت هناك سياسة احتضان واحتواء سكان المدينة وبالتالي كل المدنيين وكل سكانها اعتنقوا الإسلام تقريبا أو معظمهم كان هناك سياسة واضحة النصر كما قال محمد الفاتح هو الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر هو ما يأتي وما يلي بعده وهو الحرب نشر فلسفة الجهاد وروح الجهاد في الأمة وبالتالي بعد فتح إسطنبول بدأ في الشرق والغرب شيء جديد كان هناك حل واستقرار بعد مرحلة من العصبيات والأزمات والمشاكل نشر للسلام والاستقرار وبالتالي بعد حملات جنغيز خان واستقرار النوع من الأزمة بين الشرق والغرب والحرب بين الشرق والغرب ولذلك السلطان محمد الفاتح مهم في التاريخ لأنه نهى هذا العصر جميل جدا حضرت البروفيسور لكن بعد شكركم بروفيسور دكتور مصطفى كتشار اسمح لي هنا أن أوجه رسالة قصيرة في نصف دقيقة إلى عالمنا العربي والإسلامي من المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى السودان إلى لبنان إلى الأردن إلى فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى أرض الحجاز هذا النصر نصرنا جميعا ذكرى فتح إسطنبول بشواهده بأسماء الشهداء الذين شاركوا فيها تحفزنا جميعا على الاحتفاء بهذا النصر الكبير وإعادة قراءته لأن أجدادنا شاركوا في صناعته لأننا جزء من هذه المعادلة وربما تحتفل تركيا هنا أو تحتفظ بمتحف هنا للمدافع التي استخدمت أو للذكريات التي تمت ولكن يجب علينا في العالم العربي أن نتشارك هذه الفرحة وأن نتقاسم هذه الفرحة لأننا جزء منها وإن تناسيناها على مدار عقود بفعل العوامل السياسية والنفسية والثقافية ولكن لا بد لنا أن نعيد قراءة تاريخنا جيدا حتى نفهم مستقبلنا شكرا جزيلا حضرة البروفيسور دكتور على وجودك معنا سعدنا جدا بهذا اللقاء وأحبائنا الأكارم اسمحوا لنا وإياكم أن ننتقل إلى رحاب الكاريكاتور
حان الوداع وقد جمعت شجاعتي لأودع الأطهار والأحباب. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم أحبائنا الأكارم، كل باسمه ولقبه، لكم من فريق البرنامج في أنقرة وإسطنبول كل التحية والمحبة، وفي ذكرى الفتح كل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.